الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد مساء الخير. في ديوان غضبة الهبباي للشاعر الراحل صلاح أحمد إبراهيم عبارة موحية، قال: نحن مجموعة من الشعراء المجددين الذين كسروا عمود الشعر العربي التقليدي طق، عمل طق بين قوسين. أخطر ما في أولاد أم درمان شعراء الحقيبة أنهم قرروا أن يستحوذوا على الساحة الفنية لعصرين، عصر الحقيبة وعصر العبور. عبد الرحمن الريح استولى على كل الفنانين الشباب بتجربته الجديدة في حي العرب، وعبيد عبد الرحمن وسيد عبد العزيز استولوا على الكاشف، والتنقاري استولى على الأصوات النسائية، وهكذا بدأ التجديد. انتقلوا هذه الانتقالة الموحية والعبقرية، ولكن كانت المفاجأة غريبة جدا أن ود الغرشي محمد عوض الكريم القرشي بصوت الشفيع حق له أن يستعملوا ذات العبارة التي استعملها يوما ما صلاح أحمد إبراهيم، كسروا عمود الأغنية السودانية التقليدية طق. ولكي يكون لهذا الزعم والإدعاء مرافعة مقبولة، فإنني أدعو أخي الأصغر أبو بكر السيد أحمد صاحب الصوت الندي والتجربة الغنائية الثرة. وبالمناسبة أبو بكر ده غير شاعريته وغنائيته سحارة للأغنيات السودانية، فهو مهندس وشاعر وفنان حفظه الله لأداء مهمة ليست عسيرة على فنان كبير مثله. عليه حال الأغنية دي في الكروت بتاعت الإذاعة اسمها ملامة، ولكن متعارف عليها عند الناس لحن الحياة منك، فأرجو أن يكون لحن الحياة منك يا أبو بكر ابتداراً. طولت لكن
أهلا
بعيد ما قل لنا سنا والحوم علينا ازداد غمار النفوس لنا محبوب الجميل. يا سلام يا أبو بكر، هذا الطرب الممتد جغرافيا ما بين المسلمية وشندي والأبيض لن يستطيع أن يحتمله رجل واحد، ولذلك استعنت عليه بالأخ الإعلامي اللامع عوض أحمد محمد المشهور بعوض أحمدان مدير إذاعة ذاكرة الأمة. هذا هو الجديد، ولكن القديم والأبقى هو باحث في تاريخ الآداب والفنون السودانية بعمق وظرف، فهو أحد الأصدقاء القدامى على هذا الدرب الجميل. عوض، هذا النص ملامة، يعني كأنما أراد به كلمات ود الغرشي وألحان الشفيع أن يقول للناس نحن هنا، مثل ما فعل الأمي في تجربته الحديثة وعبد العزيز داود وبرعي محمد دفع الله في زرعوك في قلبي. ماذا في تاريخ الشفيع ود الغرشي ولك أنت بالذات، ماذا تمثل تاريخيا ووجدانيا أغنية ملامة؟ طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ حسين على هذه السانحة، والحقيقة هي بداية موفقة لهذه الحلقة، يعني أنه انتخبت واحدة من أروع أغنيات عثمان الشفيع الرائعة كلها ملامة، وملامة دي طوالي أنا بتقودني، يعني هي من الأغنيات اللي بعد حصل التعارف بين الغرشي والشفيع. الغرشي طبعا كان بحكم مهنته كان تاجر بتاع محاصيل ومواشي، فكان كثير التجوال في ربوع كردفان وبيجي الجزيرة وغيرها كده. الأغنية دي بالذات هو كان في منطقة جريبان، والغرشي طبعا إنسان لا يعيش إلا في الجو الجماعي، لما جاء منطقة جريبان أصدقاء وعملوا له رحلة وطلعوا برا، وكان معهم في الرحله دي وكيل البوسطه، ضبحوا رحله وضبحوا وابتهجوا، وقام كتب هذه الاغنيه. يا سلام. وهو طبعا من بين الفنيه والاخرى بيقوم بيجي الخرطوم او لأم درمان وبيدي الشفيع الاغنيات. الاغنيه اظن عجبته ما انتظر لغايه ما يجي، فكان معهم وكيل البوسطه طلب منه انه يتصل على مدير الاذاعه اللي هو متولي عيد على اساس انه بكره الساعه 10 يقابله بالشفيع بالتلفون. ففعلا وكيل البوسطة اتصل، زمانك طبعا ما في موبايلات، اتصل على متولعين وقال لي يا أخي الغرشي بيطلب الشفيع بكرة في الإذاعة الساعة 10 في التلفون. ومتولعين رسل للشفيع وفعلا جاء في الموعد، اتصلوا على الغرشي فقام ملاه النص، قام أتبعوا بشنو، طلب من مدير الإذاعة قال لي يا أخي هذه الأغنية دايرين نسمع. كان زمان برنامج ما يطلبوا المستمعون يوم الجمعة، يعني يمكن هي واحة الناس بيستظلوا بها كده، وقال لي دايرين أهل ناس تندلتي وناس كردفان دايرين يسمعوا الأغنية دي يوم الجمعة في ما يطلبوا المستمعون، وقد كان. يا سلام. أنا بتذكر الراحل علي المك دار استضيفه في أيام لها إيقاع، وقال لي أنا والله بمشي أمريكا واجي، ذهب ولا ما يعود. لكن من العبارات التي لا أذكرها تماما، قال لي لكن لو جبتني في
أيام لها إيقاع، من الذي يغني لي أجراس المعبد ومن يغني لي رب الفن؟ أنا ذاك عبد العزيز رحل ود القرشي رحل والشفيع رحل، لكن بفتكر الآن إعادة لهذه الذكرى ونحن في ليلة نريد أن نسمر فيها غناء، لأن غناء ود القرشي والشفيع يتحدث بطلاقة أكثر منا. فما رأيك يا عوض نمشي لرب الفن والشفيع، وما قولك باختصار؟ والله نعم، هي برضو اختيار موفق، ورب الفن دي يعني من الروايات المثبوتة إنه القرشي كان لما نجي أم درمان كان أول المستقبلين له الشفيع، ففي مرة جاء والشفيع لظرف ما استقبله والقرشي مشى نزل مع المرحوم صلاح الخليفة، حصل عتاب والعتاب طلع لنا الأغنية اللي هسي الناس بصدد عن رب الفن. ياسر عبد الوهاب ورب الفن. حزاري تعلي
خليك لأنك ما أروى وليك هجرتك وتكفي الذكرى عن I'm not afraid to die.
شكرا يا ياسر عبد الوهاب على هذا الغناء الجميل. فهذه أغنية لن يستطيعها إلا فنان قوي العارضة حقيقة، لأنه يعني صعبت على كثيرين في تقليدها حقيقة، وأنا لم أستمع لها إلا عند الشفيع. دائما النهايات والبدايات للمبدعين السودانيين تأتي في أزمنة رامزة جدا، في الوقت الذي كانت الأمة السودانية تدفن فيها بقايا أجساد الشهداء في ثورة 24، وما زالت البلاد تضج باللوعة واللواعج، والعيون تزرف دمع الأسى في وداع عبد الفضيل الماظ وإخوته الذين نادوا بوحدة كل هذا النيل من الإسكندرية إلى نيمولي. في ذات السنة، هذه السنة الحزينة، قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يخرج لها شاعر. عام 24 شهدت الأبيض مولد محمد عوض الكريم القرشي، والقرشي وهو في المدرسة الوسطى أطلق عليه الأستاذ كرار لقب شكسبير، وناظر المدرسة عبد القادر الشريف أهدى له أربع مسرحيات كبار، وأمره في أسبوع واحد أن يكتب مسرحية بالدوبيت وهو طالب في الوسطى، قدمت على مسارح الأبيض وبارة، وريعها هو الذي ساهم في بناء نادي الأعمال الحرة ومن بعد في نادي الخريجين. ورغم أنه ترك الدراسة في المدارس الوسطى، ولكن هنالك موهبة كبيرة أو فرق كبير بين موهبة الثقافة وموهبة التعليم، إلا أن القرشي كان متعلما وكان مثقفا، شارك والده في التجارة، ولكنه كان مبذولا للفن والحياة والأصدقاء وللتاريخ، للذين حاولوا أن يحاصروا بالعتاب والتجني محمد عوض الكريم القرشي، لكن إحنا دارين نبرز تاريخه الوطني. محمد عوض الكريم القرشي كان ممثل مدينة الأبيض في مؤتمر الخريجين بأم درمان، وهو آنذاك غض الإهاب. محمد عوض الكريم القرشي هو الذي صنع نشيد جنود الوطن بالقطار الذي تحرك من غرب السودان حتى الخرطوم، وظلت المحطات تغني هذا الشعار حتى وصل الشفيع الخرطوم، وكان ذلك بعد إلغاء اتفاقية 36 لو حسن ظني في معلوماتي. والقرشي بعد ذلك في الأدب والفن الحديث يطول، ولكن هذه ومضة. نحن يا حمدان عايزين نغني لناس الغنى ما سمعوه، ولذلك من عصيات أغنيات الشفيع ود القرشي عيد الكواكب، يوم قالوا لي الأقمار عليمة أنك تراها وتلمس لليمة. طيب أستاذ حسين، لو سمحت لغاية ما يعني تبدأ الأغنية، شوفنا المصادفات الغريبة. أنا أفتكر أنه القرش والشفيع من أشهر الثنائيات اللي قدمت للساحة عطاء ظاهر واضح. نفس العام اللي ولد فيه القرشي 24 هو نفس العام اللي ولد فيه عثمان الشفيع، والقرشي مارس التجارة وما واصل تعليمه، هذه برضو نفس الخاصية كانت ملمة بفلان عثمان الشفيع، ما كمل تعليمه وساعد أبوه في تجارته كده. يعني للتاريخ عثمان الشفيع بدأ ثلاثي، يعني لما بدأ يغني كان معاه اثنين، واحد علي اللمين وصالح شيخ العرب، ويمكن دي سنح يعني فرصة سانحة الناس يسألوا عنه وين الناس ناس، وبعد ذاك شق طريقه لوحده. طبعا من المفاجآت الغريبة أنه اليوم الذي تزوج فيه الشفيع، يوم حنة الشفيع، كان يوم وفاة القرشي، فحياته يمكن كانت مرتبطة في مواقف كثيرة طوال شواهد. نعم نعم.
عيد الكواكب. Oh,
حبي بعيد وبعيد سماه ما ذنب لو عادل بدو رماه إيه هتجني أنا راغفاً إيه هتجني وأنا راغفاً إيه هتجني أنا راغفاً إيه هتجني وأنا شفت يا احمد انا الذهب المجمر ده قوى من نفس الجماعه ده كيف ماذا ستقول عن هذا النص يعني؟ والله انا اقول يعني دي واحده من خرايد الشعر الجميل ولوحه زاهيه وبديعه يعني اشترك في رسمها القرشي والشفيعي.